você. احنا دابا حاليا في الدير ديال تصفرو القصيبه فتصفرو في القصيبه. حنايا دابا هنايا هنا منين كنبداو سميتو دابا شحال ديال الثمن واش دا العصاير ولا هادشي؟ هاد الساعه حاليا بادير 180 حتى 1000 فرانك. الطحين ب 50 درهم باش كيطحنوا باش كنطحنوا الزيتون. والديبارا هو هنايا منين كنبداو هنايا كيطيح هنايا كيتقرشن هنايا كان وكيتخوى هنايا عاد 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 كيطلع هنايا العصاره هنايا الفوق ومن هنا عاوتاني كيجي الكريكات باش يتعصر شويه ومن الكريك ثاني عاود كيمشي للعصاره الدوزيام كاليتي عاوتاني عاد باش يدوز البلاصه الطوله ديال الزيت عاد كنديروا التصفيه بالفلتر من الفلتر كل واحد كنعطيو الزيت ديالو هادشي هو الثمن لترو دابا دابا حاليا الزيت واصل حتى 90 درهم كاين اللي كيبيع 100 درهم كله الزيت على الكاليتي ماشي كاين الزيت ديال القيط ماشي بحال سميتو ديال الزيتون ديريكت راه 100 درهم واصل حتى 100 درهم موجوده الزيت الحمد لله الزيت هاد الساعه حاليا راه باديه قد الناس من هنا لقدام عاد غادي تبدا الزيت دابا ماشي الفايت راه باقي ما كاين والو دابا حاليا من هنا لقدام الناس باش ان شاء الله غادي الناس غادي يخدموا الزيت مزيان الناس راه ماشي عاد غاليه الناس راه كانوا ناويين بغيو توصل حتى 3000 ريال على هذا الشيء اللي داز راه كان الناس شارين 260 في الدر دابا حاليا ولا 100 ب 20000 الناس راه شاريه ب 26000 في القنطار دابا ولات ب 18 ب 18 الشتا راه هذا هو المهم اللي طاح الشتا دابا من ان شاء الله غادي تزيد غادي يزيد الزيتون غيولي ب 24 22 26 وغادي يقدر يطلع ان شاء الله للفوق ما غاديش يبقى بهاد الثومه هادي اللي ولات عليه احسن زيت راه هي اصفرو دير القصيبه هي الزيت كاليتي هنا اللي كنشوفو كاع بهاد النواحي ديال المغرب وهادشي هو اللي عطى والله يحم بينا بخير ويا ديال الشتا الزيتون قلنا كي 180 حتى ل 1000 فرانك هاد الساعه هادي بعدا وكنتمنى ان شاء الله غادي يقدر يوصل حتى ل 260 غادي يطلع الفوق ما غاديش يبقى بهاد السومه هادي ما غاديش يبقى في هاد السومات غادي يزيد يطلع